الفنتوري ميكانيزم اكشوالي هو اللي بيسمح لي ان انا اقدر اعمل يعني ميكسنج للهواء اللي موجود، الهواء الخارجي مع الاكسجين الموجود، بحيث ان انا اقدر اطلع نسبه محدده للاير اوكسجين ميكسشر. يعني يبقى عندي اير بالنسبه للاكسجين له نسبه محدده، مش فاريبل كده زي الفاريبل بيرفورمانس ماسك. فالحقيقه الفكره بتاعته ان هو يعني هو ميكانيكال ديفايس اكشوالي، ما فيهوش حاجه اي حاجه الكتريكال خالص. هو التصميم بتاعه نفسه ان لما انا بدخل هنا هواء بريت معين بكريت نيجاتيف بريشر هنا، بيسحب كميه محدده جدا من الهواء من حوالين الايه، من حوالين التيوب اللي في النص دي. ولو انا عليت الهواء اللي هنا بيسحب اكتر برضه، بحيث ان دايما بيبقى الريشيو بتاع الدعم على الهواء اللي داخل من الجناب دي بتبقى ريشيو ثابته. فكده اقدر اوصل ان انا عندي الريشيو بتاعت الاكسجين للايه، للاير اللي هو بيبقى ميكس معاه، بتبقى دايما ثابته. فدي طبعا بنستعملها لما نكون عايزين very particular oxygen concentration ratio، يعني عشان ما يبقاش في عندنا اي اختلافات بالنسبه للديناميك او للفاريبل بيرفورمانس ماسك، ممكن هي تاثر على الطريقه بتاعه العلاج بتاعه المريض.